السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بأوفى وأغلى وأجمل متتبعات قناة سحر الطبيعة، خوتي وحبابي اللي عزاز على قلبي. اليوم إن شاء الله أختكم صبحات ناشطة وبواحد الحيوية والطاقة الإيجابية اللي بغيت ننقلها لكم البنات، باش حتى نتوما هكذا دائما فين ما تفرجوا في الفيديوهات ديالي يعني تحول لكم هالطاقة اللي بغيت أنا ننقلها لكم دائما في الفيديوهات ديالي. أنا كنبغي الفيديو إذا تفرجتوا فيه تخرجوا منه بواحد النتيجة، ماشي ندير غير فيديو هكاك، لا ضروري خاص شي فيديو تفرجوا فيه وتخرجوا منه بواحد الرسالة أو المهم تستافدوا منه ولو بحاجة واحدة. هذا هو الهدف ديالي من هذه القناة. اليوم إن شاء الله أول حاجة بغيتكم تستافدوا منها هي أنكم تكون عندكم هكا يعني نقل لكم هالطاقة الإيجابية ويكون فيكم هذا الحماس وهذا النشاط. دابا البنات شوفوا الصلاة عندي، الجو زيان ولا تشميشة كتخرج في الصباح بكري، يعني الجو بدا كيتحسن، غادي يولي ان شاء الله جو ربيعي اللي فيه هكا سبحان الله النفسية ديالنا كتبتهج، كتشوفوها انتما غادي نخرجكم للجردة. شوفوا الصلاة عندي يعني كتشوفوا الخضورية، كتشوفوا شوفوا القطيطة في الناعسة، شوفوا هذاك الكرسي يا بنات انا عندي غير بالي قديم دائما كنخليه في الجرده، هكا وليداتي الا بغاو يجلسوا يلعبوا تما مخليها غير هكذاك. كيف ما قلت لكم شوفوا الصلاة على النبي يعني ملي كتصبحوا على هاد الخضوريه وعلى الورود وعلى الفراشات يعني الجو بدا كيزيان وسبحان الله النفسيه ديالنا كتبتهج وكترتاح. اليوم اختكم كيف ما قلت لكم صباحه على الحماس والطاقه الايجابيه. شوفوا هاد البوطه اللي ولات حالتها كتطلب الشرع وكتقول لي اختي سحر بارك عليا، انا بالعانيه البنات خليتها هكا باش نتفاهموا، ما تجيش شي وحده تقول لي علاش خليتي البوطه ديالك وصلت لهاد الحاله. انا راه ما غالبانيش في 10 دقائق نحكها ردها هكا تتشعل، ولكن انا سيمانه ما قصتهاش، كنطيب عليها، كنخلي مثلا هو اتاي طايح عليها، كنخلي السميده، كنخلي اي حاجه ما كندوزش عليها باش يبان لكم الفرق و يعني تشوفوا المصداقيه ديال الوصفه ان شاء الله اللي غادي نعطيكم. غنعطيكم واحد الوصفه خلطه سحريه، ما تحكي ما غتعبي لا لا، غير دهني ومسحي. اليوم ان شاء الله غادي نخرجها برا لانكم عارفيني ما كنبغيش نكرفس هنا الكوزينه ديالي، غادي نخرجها وغادي ندير معكم هذه الخلطه ان شاء الله، وغادي نغسلها تما ونشمشها تما، وها انتم معايا تغردها ان شاء الله هكذا كتشعل كما لو انها جديده. انا عندي البنات غير هاد البوطه هذه، نفس الخلطه اللي غادي نديرها معكم سواء هنا سواء ديروها في الكويزينيير ديالكم اللي كتكون ديال اينوكس، راه كتردها كتشعل مرايا. دابا غندوز معكم جمعوا هاد المكونات ديال هاد الخلطه نشوفوها مع بعضياتنا ونخرجوا برا. وهنا البنات غادي نبداو ان شاء الله في المكونات ديال الوصفه. عندي هنايا بيكربونات دو صود، غادي ندير معلقه كبيره ها هي، وانتوما هاد الكميه غادي تحكموا فيها انتوما على حساب يعني الدرجه ديال الطبايع اللي عندكم وديال البقع ديال اليدين ديال الدهون، غادي تشوفوا واش غديروا بزاف ولا ديروا غير شويه ولا عندكم بوطه كبيره ولا بوطه صغيره. غادي ناخذ كيما خديت معلقه كبيره، غادي ناخذ كذلك معلقه كبيره ديال الصابون البلدي. بالنسبه لخوتي الجزائريات ما كيعرفوش شنو هو الصابون البلدي، انا كنظن كيسميوه صابون اما صابون المسلمين او صابون الجزائر، هادو جوج اسامي اللي كنظن تسمياتهم على ما اظن. حتى الا ما توفرش ليهم راه غياخذوا غير الصابون الحجره هذاك الطرف ويذوبوه مثلا يحكوه ويديروه فوق العافيه حتى كيولي على شكل كريمه ويخلطوه بحالو بحال هاد الصابون البلدي. هنا درت معلقه كبيره عامره، غادي ندير الخل وغادي تشوفوا التفاعل اللي غادي يوقع ما بين الخل وهاد بيكربونات، شفتوا. وغادي ندير المكون السحري اللي تقضي على اصعب الدهون والبقع هي الخميره، سواء عندكم المعجونه او هادي حبيبات اللي كان يقضي الغاره بحال هكذا حتى غتولي ان شاء الله على شكل كريمي. انا الصابون عندي هنايا شويه جامد قاصح لانني كنت دايره في المجمد، هنا غنزيد شويه ديال الخل بان ليا هذاك كنخاوي ما كفانيش.
صافي غادي نبقى مع هذا الصابون كما قلت لكم لانه كان عندي في المجمد حتى غادي يذوب ان شاء الله، وغادي تكون عندنا لنا واحد الخليط على شكل رغوه، وغنمشيو ندهنوا البوطه ديالنا. وهنا البنات خرجتها برا حطيتها هنا فوق هاد الطابله القديمه، غادي نزول ليها هاد الحواميل ديالها. ودابا غادي ناخذ من هاد الخليط بسم الله وغادي ندهن البوطه ديالي كامله البنات بحال هكذا، ما غنخلي حتى بلاصه، غادي ندهنها بسم الله. وصدقوني يا البنات راها واحد الخلطه غزاله، انا ما جبتها لكم حتى يعني راه هذه المعتمده عندي ديما نافعاني، يعني غزاله غزاله بزاف، وخا نشكرها حتى معايا. غتجربوها ان شاء الله وغادي تردوا عليا في التعاليق. غادي ندهنها وغادي ندهن هاد العيون حتى هما بحال هكا، كلشي غادي تدهن بحال هكا، وغادي نخليو هادشي كامل واحد المده ديال 10 دقائق هكذاك ولا كاع ربع ساعه، يعني دهنوها وقضيو شغالات اخرى، وغادي نرجعو ان شاء الله باش نكمل معاكم. حتى هادو البنات حتى هادو غادي ندهنهم كلشي وغادي نرجعو ان شاء الله باش نحكوهم وتشوفوا معايا النتيجه. وانا رجعت معكم البنات، شوفوا من بعد ما يعني يبس عليها هذا الشيء، انا راه خليتها اكثر، مشيت تدهيت عليها خليتها اكثر من ربع ساعه، ها نتوما راه يبسات ومع قاعده في الشمس هذاك الدهون كلهم دابوا بالشمس، ها هما لصقات. وباش نبقاو دائما في اطار الاقتصاد غادي نشد هذه الحلفه غادي نقسمها بالنص، غنستعمل النص والنص غادي نخليه، ما كاينلاش نضيعها كامله يعني تولي مدسمه بالدهون، غادي نحكها غير بهذه الحلفه هذه الى حيت رطبه. نتوما الا كانت عندكم هذيك الكويزينير اللي بإينوكس ما ديروش ليها شي هذاك الجيكس ديال السلك، غسلوها غير مسحوها غير بحلفه بحال هذه اللي كتكون شويه رطبه باش ما تجرحش ليكم، انا هذه راه واخا هكاك ما كيبانش فيها الجروح. وسمحوا لي البنات الا كان الريح الصوت ديال الريح في هذا لان ناض شويه ديال الريح. ها نتوما شوفوا شوفوا كي يعني هذه الخلطه يبسات عليها وراه كما كنقولوا تغلغلت نهضر معكم باللغه العربيه. غنحك هادو غادي نحكهم بهذا الجيكس الرطب هذا باش يخرجوا ان شاء الله كيلمعوا. غتقولوا لي البنات ديري صباعيات في يديك، غنقول لكم ما اختكم ما كتعرفش ايش قبيهم، او ما عندي البنات وما كنستعملهمش ما كنعرفش ليهم، غادي نسالي ان شاء الله وغنغسل يدي وغادي نرطب يدي ذاتي بهذاك الزيت اللي كنت شاركت معكم ديال زيت الحامض اللي كنا صاوبناه في الدار وصافي، وها يدي غيترطبوا ولا اي كريم عندكم وها حنا قادين الغرض. شوفوا البنات غنقرب لكم الكاميرا، شوفوا البنات انا هنا بغيت نقرب لكم باش تشوفوا هذوك الدهون ها هما اللي كانوا في البوطه، هذوك الدهون اللي قلت لكم بهذيك الخلطه شوفوها نتوما شفتوا كينوضوا من بلايصهم، ها نتوما شفتوا شو كاع هذيك الاوساخ كتنوض بسهوله، راه غير دهنوا وبحلفه هكا رطبه غير كدوزوا عليها كلشي كينوض، وغادي ترجع ان شاء الله البوطه كتشعل. ها نتوما البنات شوفوا 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 هذيك الكميه ديال الزيوت وداكشي اللي كان تيفيض، ها هو شو غير غندوز عليه، ها نتوما ها نتوما شوفوا صلاة النبي شو ها نتوما ها نتوما باش نحيد لكم الخلطه وتشوفوا شوفوا الدهون اللي بقات، هادو هما اللي كانوا في البوطه ها هما، ها نتوما شوفوا ملي غندوز عليهم غادي يزولوا بكل سهوله شفتوا، ها نتوما شفتوا البنات ما بقى حتى حاجه. دابا باش ما غاديش نطول عليكم غادي نمسحها كامله، وغنمسحها حتى من الجناب ديالها لانني انا دهنت ليها الخلطه حتى هنا من الجناب، وغادي نشللها ان شاء الله وغتشوفوا اللمعان كيفاش داير، وغندوزو ان شاء الله باش نحكو هادوك. ها نتوما شوفوا الدهون البنات شوفوا ها نتوما شفتوا انا ملي كنمسح هذيك الخلطه ها هما الدهون.
هادو هو اللي كانوا هذاك الشيء اللي كان تيفيض. ها نتوما كيرطابو كيرطابو بمعنى الكلمه. ها نتوما شتو شوفوا وعاد اللمعان الخرافي اللي غادي تعطيها. ها نتوما دابا كما قلت لكم غادي نمسحها كامله وغادي ندوزو نحكو هادو هادو غادي ندير ليهم هاد الجيكس رطب وغادي نرجعو ان شاء الله كيبريو. وها نتوما معايا. وعلى فكره البنات يعني واحد النصيحه ما تخليوش البوطه ديالكم حتى تتوسخ كيف ما قالوا سيدنا الوالا نقى على نقى ما كيخليش قى. فين ما تفيد لكم شي حاجه غادي تمسحوها ديك الساعه لان هكا ما كيخلي الا مسحتوها في البلاصه ما غاديش تخلي فرصه للدهون انها تتراكم ولا كتلصق على البوطه كتفيض شي حاجه ولا مثلا الحليب وكتعاودوا تشعلوا عليه البوطه وهذاك الحليب كيسخن وكيزيد يتثبت هنايا كيولي النهار اللي كنبغيو نغسلوها كتشد معنا الوقت وخصنا حك يا ما تحك. لهذا دائما التنظيف اول باول. انا راه خليتها هكذا غير باش نوريها لكم وتشوفوا بعينيكم. يعني الا درتها لكم على بوطه نقيه ما غاديش تبان لكم الفرق وما غاديش تبان لكم المصداقيه ديال الوصفه بانها رائعه. ها هي النتيجه النهائيه البنات. شوفوا الصلع النبي تبدلات 136 درجه. شوفوا كي ولات البوطه كتشعل بحال راه يلاه جديده. خرجات ولا ما خرجاتش؟ خرجات كتشعل. شوفوا درت ليها حكه ديال النفس وخلاص. الا كانت ديال اينوكس دعيو معايا البنات يجيب الله الرزق نشري حتى انا هذيك البوطه ديال اينوكس محمقاني وعاجبني. الله يجيب التيسير للجميع يا ربي. عرفتوا البنات حولتها هنايا للظل لانني خفت حتى من بعد عاد قلت واقيلا مع الشمس ما غاديش تبان لكم مزيان. هنا حولتها للظل وشوفوا شوفوا تبارك الله شوفوا اللمعه اللي فيها كل شيء رجع فيها جديد كل شيء. يعني كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وردوا عليا الاخبار. راها غزاله البنات وحكوا بها حتى الاواني ديالكم غير دهنوا وحكوا حكه خفيفه كيخرجوا كيشعلوا. كنتمنى كيف العاده يعجبكم الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش اختكم باللايك وبالبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي ومع العائله والاحباب باش تعم الفائده على الجميع. بكثرت من الوصفه انها غزاله كنقولها لكم وكنأكد عليكم انكم تجربوها. راها الرحمه ديال سيدي ربي. دهنوا ومسحوا بالعذاب والهلا يعذبكم يا اغلى متتبعات. لهنا الفيديو ديالنا يكون سلا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في امان الرحمن والى اللقاء ان شاء الله مع اقتراحات اخرى ومع الف الف سلامه.